اول حاجه موضوع الاولاد. اولا انا هقول لكم على تجربه شخصيه انا كنت بعمل. طبعا ما شاء الله انا عندي 4 اولاد جايين ورا بعض، ماشي، يعني فرق سنه سنتين، فكله كان الاربعه صغير كله بيتكلم في وقت واحد. فكنا علشان ننام كنت بعمل شويه طقوس كده انصحكم بيها. اول حاجه اولا خالص ان انا اعدل التنفس، تمام؟ التنفس بتاعهم ما بيبقاش لا بصوا بقى كده يلا. طبعا ده سن 3 سنين، وانت طالع قبل سن 3 سنين هتعملي الخطوه رقم 2، لكن لو بعد سن 3 سنين يعمل معاكي نفس ياخد 4 عدات يكتم عدتين ويطلع على 8 عدات، او العكس ياخد 4 2 4. اي تمرين من التنفس من ده يظبط تنفس اولادك قبل النوم، بيعمل نوع من الاسترخاء. تاني نشرح تاني عدد ذبذبات المخ. اهو بصوا البيتا وبعدين الالفا وبعدين السيتا كل والدلتا، طبعا كل الكلام ده بيتظبط لما اظبط التنفس ذات نفسه. ده رقم واحد. يبقى اول حاجه بظبط التنفس بيبقى بهدوء جدا يعني. رقم اتنين ان انا بشيك على القرآن. يعني انا عندي قرآن في خلال اليوم، انا مثلا ماسكه مثلا سورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يبقى انا بحكي قصة الفيل وبعدين مصورة وبعدين بفرجهم عليها فيديو وبعدين بنلون القصة وبعدين بجيب القصة المصورة، المكتبات الإسلامية فيها القصة المصورة، كل الكلام ده وانا بقول لسه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل وهكذا. فانا تاني حاجة مني بعد التنفس بشيك على القرآن، بقرأ مرة وكل واحد بيقول يا الآية يكررها معايا، يا الأولاد بقى يكرروا الكبار مع الصغيرين، وبعد كده ناخد من كل طفل الآية بتاعته. رقم الخطوة رقم 3 الخلق أو السلوك اللي أنا عايزة أغرسه أو اللي أنا عايزة أثبته عند أولادي، يا بحكيها من خلال قصة من قصص النبي صلى الله عليه وسلم، يا إما بقول موقف من السيرة، يا اما بحكي وبسقط على كده. يعني كان المفروض ان احنا مثلا هنتكلم مثلا عن ادب الاستئذان، ديت اللعبه بتاعت مثلا اختنا عبير، فما جت بقى علشان تلعب مع لعبه اخوها لازم تستاذنه، ونتكلم بالاسلوب دوت وبالطريقه دي. يبقى انا اول حاجه تاني تمرين التنفس، رقم 2 بشيك على ايات القران الايه او الايتين اللي انا واخدهم على مدار الاسبوع مع القصه، رقم 3 الخلق او السلوك يا قصه من عند النبي عليه الصلاه والسلام يا حاجه من السيره او اسقطها عليهم، رقم 4 ان انا انيم بقى. طبعا انت ما شاء الله طول ما انت بتحكم مصحيين، عايز اقول لك ما بيناموش انت اللي بتنامي، لكن رقم 4 انا عايزاكي تعملي معاهم النوم على افضل العزائم. هم مش هيفهموا يعني ايه النوم على افضل العزائم، ممكن يكرروها بس هم مش فاهمين يعني ايه. وصيه للنبي عليه الصلاه والسلام افضل العزائم بكره هنعمل ايه؟ احنا هنصحى الفجر ونصلي بقى ونحفظ قرآن ونسمع كلام ماما ونخلص اللي علينا وندعي ربنا ونرتب حاجتنا ويجي ابي عشان يفرح بنا ويدعي لنا، وبعدين الخروجه ما اعرفش فين، كل الكلام ده هعمل ايه تاني يوم؟ طبعا طاعات وصالحات والكلام ده. الرقم 5 ودي بقى اللي عن تجربه، كل ده لسه ما ناموش، كل ده مع تمرين التنفس طبعا، ولما تلاقي التنفس بتاعهم بص ترجعي تعيدي التاني ان هم وتذكريهم تاني بالايه؟ ب 4 2 8. طيب في بقى الجزء التاني اللي هو خاص بيه الرقم 5 ودي عن تجربه، اللي هو الذكر. وابتدي بقى عشان بقى يتخيلوا بقى، طبعا احنا عندنا الجنه غيبيه، النار غيبيه، الموت غيبية، كل دي غيبيات احنا مأمورين بيها، تمام؟ انيم بقى على ايه؟ على القصر اللي يتعمل لك في الجنة طول ما انا بذكر الله سبحانه وتعالى. بتكلم على سني 3 سنين يا امهات يا اللي بتسألوني، بتكلم على سني 3 سنين، وافضل معاهم. وانت بقى لما هتعمل كده ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله هيفضل يخلي الملائكه تبني لك في القصر، تبني لك في القصر، تبني لك في القصر. طول ما انت نايم اول ما تصحى وخلاص تبطل ذكر، خلاص هم ذكر، كملت الذكر تاني. طب هناخد ذكر ايه بتاع الاسبوع ده يا اولادي؟ هناخد ذكر سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، حتى اما ننام هيناموا برضو مع تمرين التنفس. الخمس خطوات دولت 4 ثابتين
والذكر هو اللي بالايه اللي بيتغير. طبعا معيه القران طبعا زي ما انت ماشيه معاه. لا ما هو انتوا ما تجوش تقولوا العيال يلا ناموا وبره بقى انتوا في الصلاه قاعدين وسمر والدنيا قايده ومش هيناموا. طفوا الانوار والنور خافت في الطرقه والكل هدوء، بس نص ساعه، نص ساعه بس لحد ما تعملي الخمس خطوات اللي انا بقول لك عليه، هتلاقي العيال هيبقوا زي الفل وهيناموا واللي انت بتقوليه في مرحله ما قبل النوم ده ما بيتنساش، ما بيتنساش. تمام، اقفل على النقطه دي.